شكرا جزيلا سيدي على هذا الاتباع الذي لا استحق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يسرني تميز الحديث الى هذه الكوكبه المشرقه التي اضاءت اجواء الرياض بطريقه المثاقفه الحضاريه. يسرني ويشرفني الحديث الى هذه الكوكبه المشرقه التي اضاءت اجواء الرياض ببريق المثاقفه الحضاريه بلغه البحث العلمي بورها المعرفه التاريخيه. النقود تعكس صوره العلاقات الاسلاميه. تتناول هذه الاسلاميه الرومانيه البيزنطيه بن قوسين، لان البيزنطيه اسم حديث وليس هو اسم الامبراطوريه، الامبراطوريه هي الامبراطوريه الرومانيه. تتناول الدراسة واقع أثر المسلمين والفتوحات الإسلامية على الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية، وما نتج عنها من تغييرات على الإمبراطورية التي شهدت تحولات جذرية في جميع نواحي معيشتها، ولم تسلم النقود من تلك التغييرات، بدءا من إغلاق بعض دور سوق العملة وتمويلها من المعادن وتعديل توزيع المناطق النقدية وظهور العملة الإسلامية كعملة منافسة نظرا إلى مقدار كثافة المعادن في النقود الإسلامية هي الذهب والفضة. كما ستركز على النقود الإسلامية المقلدة للنقود الرومانية في القرن السابع الروماني والتي أطلق عليها اسم المرحلة الانتقالية ترانزيشنال بيريد. وأخيرا النقوش التي ظهرت على النقود الرومانية والتي عكست بدورها العلاقة بين الطرفين، وتأتي أهمية الدراسة من اعتمادها على المصادر الأولية وعلى الكتالوجات المتخصصة في النقود والمتواجدة في المتاحف مثل الكتالوجات المتحف الإلكتروني وكتالوج مجموعة الدبار في الأوكس كوليكشن ودراسات كل من فيليب جرايفسون هندي أند وايزينغ. والملخص سوف يركز على النقود الإسلامية البيزنطية نظراً المقلدة، نظراً لعدم التركيز عليها في الدراسات العربية، وأتمنى أن تكون إضافة جديدة إلى المكتبة العربية. إن الفترة التاريخية من 610 إلى 717 هي الفترة التي أثرت في العملة الرومانية والتي تحكمت بها المصارف، حيث أثرت في العملة تأثيرا سيئا، فقد تقلصت المنطقة الجغرافية التي كان يدور في فلكها البعد الروماني البيزنطي، واقتصرت على آسيا الصغرى وأجزاء من اليونان وإيطاليا. هذا وقد تعرضت العملة في الإمبراطورية في القرن السابع إلى عدد من المتغيرات تأتي على رأسها إغلاق سوق العملة، وهذا يعتبر التغيير الرئيسي خصوصا للعملة في عهد الإمبراطور هرقل، حيث ركز سوق العملة وبالذات الذهب في القسطنطينية. هناك بعد مركزية دور سوق العملة وتوزيع عملية سوق الذهب، الشيء الذي حدث للمرة الأولى نأتي إلى مصادر تمويل العملة من الذهب. في عندها ذهب أرمينيا والكوكاز، ذهب الأورال، ذهب الغرب الأوروبي، واعتمدت كل قوتها الاقتصادية في التصدير لعملتها إلى الأسواق الآسيوية لدفع ثمن مشترياتها من السلع الشرقية. وهذا يعني تسلل تيار الذهب النقدي من بيزنطة إلى الشرق. أما الدولة الساسانية الفارسية فإنها لم تستخدم الذهب في سوق مملكتها، بل استخدمت الفضة. وقبل الفتح الإسلامي في مطلع القرن السابع كانت هناك ثلاث مناطق تتعارض فيما بينها من حيث اختلاف كثافة الذهب بالذات، وهي الغرب الأوروبي الذي كاد أن ينضب معينه من الذهب وأخذ الفضة يحل فيه محل الذهب. الإمبراطورية البيزنطية نفسها أخذ تمويلها من الذهب يضعف، ولكن في نفس الوقت كان في عندها مخزون في مصر وسوريا. الدولة الساسانية عندها الذهب لكنه مخزون بمقادير كبيرة، لكن لا تنزله إلى الأسواق كعملة.
الكنائس والأدية الشرقية احتوت على احتياطات كبيرة من الذهب والفضة. نخلص إلى أن البلاد التي فتحها المسلمون وهي البلاد التي تجمع فيها الذهب مصر والشام، والبلاد التي تبتلع الذهب العراق وإيران. وكان من هو أول نتائج الفتح الإسلامي عودة الكميات الضخمة من الذهب في المخزون في القصور الفارسية والكنائس الشرقية. وبناء على ذلك فإن إعادة الذهب إلى التداول من خلال كافة مناجم الذهب القديمة في الشرق الإسلامي أتاح للمسلمين فرصة جيدة لسفك النقود الإسلامية أو النقود الإسلامية البيزنطية المقلدة. قصة سفك النقود بناء على الروايات العربية أنه عند بداية الفتح الإسلامي ظلت العملة الذهبية الرومانية والفضية الفارسية في التداول في العالم الإسلامي، حيث أقر الرسول صلى الله عليه وسلم استخدام تلك النقود التي كان يستخدمها العرب قبل الإسلام، وقد بقيت في الاستعمال حتى سنة 18 من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ضرب دراهم على النسخ الفارسية يسموها كسروية بنقشها وشكلها، ثم زاد على ذلك في بعضها عبارة الحمد لله وعبارة محمد رسول الله، وجعل وزن كل منها 10 دراهم، كل 10 دراهم 6 مثاقيل. في عهد عثمان رضي الله عنه ضرب الدراهم ولكن لم يذكر وزنها. في عهد معاوية ابن أبي سفيان ضربت الدراهم السود وكان وزن كل 10 دراهم يساوي 7 مثاقيل، كما ضرب الدنانير عليها نقش رجل متقلد الزيفة. هذا نحن نحفظ على هذا الشكل المعروف أن هذا الشكل عاد إلى مروان بن عبد الملك. في مكة المكرمة قام عبد الله بن الزبير بضرب دراهم مستديرة مختلفة عما قبلها، وكان كل ما ضرب قبلها هذا كلام البلادري ممسوحا غليظا قصيرا، ونقش على وجهه محمد رسول الله على الوجه الآخر أمر الله بالوفاء والعدل، كما ضرب مصعب بن الزبير دراهم بالعراق حتم بالوزن، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، وضربت الدنانير في عهد عبد الملك بن مروان على المثقال الشامي، وأبقى على الدراهم على نسب السود الوافية، هذا مع ملاحظة أن كل 100 مثقال تساوي دينارين، يعني دينار يساوي 50 مثقال. وهذه الأوزان التي ضبطت عليها الدنانير والدراهم إنما جاءت لضبط إخراج دينار الزكاة في الأموال، حيث جعل نصاب الزكاة في الذهب في البلاد 20 دينارا ذهبيا، ونصاب الزكاة في الفضة 200 درهم من الفضة، واشترط فيهما الوزن والنقاب، فلا زكاة في الذهب والفضة المخلوطين بأي بعد آخر. نخلص إلى أن القضية بالنسبة لسك النقود عند المسلمين قضية وزن ومعدن نقي، ولم تكن قضية شكل أو نقش أو إخراج فني للنقود. هذا من جهة الدراسة التاريخية للنقود الإسلامية وتقليدها للنقود الرومانية والفارسية في السك. أما من جهة الدراسة المتعلقة بعلم النميات فقد وجدت دراسات أخذت عينات من النقود الإسلامية وسميت بالنقود العربية البيزنطية أرجوزان كوينز، كما سميت بنقود المرحلة الانتقالية ترانزيشنال بيريد، والمقصود بها الفترة التي احتل فيها المسلمون محل الرومان والفرس في الشرق الأوسط. والجدير بالذكر أن عينات النقود الإسلامية المقلدة أخذت من بلاد الشام من مناطق الأجناد ومن الإسكندرية، حيث وجدت تلك النقود بكميات كبيرة. أما النقود التي سكت في الجزيرة العربية فلم يحصل على أي عجنة منها، وبالتالي لم تخضع للدراسة، بل بقى ذكرها وصفيا فقط. دراسة النميات قسمت النقود العربية البيزنطية إلى مجموعات، مجموعة صغيرة غير جذابة مضروبة بشكل سيء، لذا فقد وصفت بالبربانوس إيميتيشن، يعني تقليد سيء. الفئة الثانية إميتيتيف مقلدة،
تقليدا جيدا للنقود البيزنطية وبشكل جيد، ويظهر عليها مكان الضرب ونقش الحروف اليونانية أو العربية، وعليها شكل يمثل الإمبراطور شكل تقريبا مقترب جدا من النقود البيزنطية، وبعضها يحمل بعض الشعارات المسيحية. الفئة الثانية ديرايفندير مشتقة، لا زالت تحمل الشكل الواقف على وجه العملة وحروف الأم على وجه الآخر. الفئة الرابعة المزدوجة بلينجوال، وهي ينقش عليها اسم مكان الضرب والنقش إما بالحروف اليونانية أو العربية أو الاثنين معا، وشكل الحاكم واقف ولكن بدون تاريخ الضرب، وعليها اسم مكان الضرب. الفئة الخامسة هي النقود العربية الخالصة، وعليها صورة الحاكم من الحاكم والدموي. بالنسبة للفئة الثانية والثالثة يطلق عليها نقود بيزنطية مزيفة سيدو بيزنطاين، ويطلق على الرابعة بلينجوال نموذج أموي بروتو أميات. وهناك دراسات تؤكد أن النقود التي صدرت في المنطقة خلال القرن السابع صدرت من 640 إلى نهاية القرن السابع، وإن العملة الرسمية التي دخلت إلى سوريا في الخمسينات من القرن السابع هي نقود سكت في عهد الإمبراطور قسطنطين الثالث. وقد توصلت الدراسة إلى هذه النتيجة عن طريق وزن نقود فترة قسطنطين ومقارنتها مع النقود المقلدة على نفس المستوى والوزن، وخلصت أيضا تلك الدراسة إلى أن معظم النقود المقلدة كانت إصدار 660. نستنتج من النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وهي أن تقليد النقود توقفت عند عهد الإمبراطور قسطنطين الثاني، وأن المصدر للنقود هي جزيرة قبرص. فيحق لنا التساؤل عن التبادل التجاري بين المسلمين والروم، وبالتالي تبادل الإصدارات الجديدة من النقود الرومانية، واعتماد المسلمين على تقليد فترة تجمدوا عندها، وملاحظة أن تقسيم النقود إلى تقليد جيد ثم اشتقاق ثم سيء يعني قدم قالب السكة، حيث ضاعت ملامح القالب والمسلمون لم يصنعوا قوالب جديدة إنما عندما قاموا بسك نقودهم الخاصة بهم، واستعملوا القالب ليعطيهم الشكل المقارب للنقود، وانصب اهتمامهم على الوزن ونقاء المعدن. هذا السؤال يجيب عليه القول بتوقف التجارة بشكل شامل بين العرب وبين الرومان، وإن كانت قد استمرت تجارة ورق البرقي والمنسوجات والتوابل، ولكن يبدو أن هذه النقود التي تبادلت أو تبادلوها في هذه البضائع هي ورق البرقي والمنسوجات والتوابل لم تنزل التداول، فبقت لدى السلطة أن تريدها مقابل الجزية التي تدفعها للروم. عملية ضرب النقود في أماكن الأجناد فقط توحي إلى أن النقود ضربت في تلك الأماكن لدفع رواتب الجند معتمدين على الوزن وليس على الشرف. الآن سوف نأخذ هنا التقليد مقارب للأصل، وهي تحمل صورة شكل القسطنطين الثاني يحمل في يده صليبا هذا الأوفرس الريفرس الأم وعليها صليب. من المهم جدا نعرف هنا التقليد غير متقن، poor imitation، شكل إمبراطوري غير متقن، واقفا يحمل الصليب الطويل في اليمنى والملوك في اليسرى، وهنا الريفرس في عليه الصليب الأم عليها الصليب. هنا شكل غير متقن للإمبراطور، رأس كبير غير متجانس، وعلى رأسه صليب وحروف يونانية غير متقنة. هنا الأم برضو حوله غير متقن.
هنا برضو خليط، هذا شكله غير مكمل، خليط وجه من البسطاس الثاني والوجه الآخر نصف تركي الآخر، والوزن يوحي بأنها قربت في سنة 658 إلى 660. هنا دي كريستيانايزد مولى إزالة الغرامات المسيحية، صرنا إلى حد إزالة الغرامات المسيحية. هنا في يد الإمبراطور يمكن سعفة نخلة في الجروب، بس اختفى المسيح من على الصورة وكمان من فوق الأم اللي هي على الوجه الآخر. هنا النقود ذات اللغة المختلفة، يمكن نلاحظ وجود اللغة غير المختلفة. النقود المختلفة هنا يلبس توب بسويت والشكل يد عليه حزام، وهذا النوع منتشر في دمشق، هذا النوع منتشر في دمشق. هنا اختفى الام، اختفى من فوقها الصليب، فيها شعار عربي لكنه غير واضح. هنا ثلاثة أشياء، الإمبراطور لا يحمل فرس الصليب، وعلى ظهره كمان الام لا يحمل الصليب، لكن مكتوب عليها قطري باللغة العربية. هذه نقود الخليفة عبد الملك بن مروان الأبرز عليه لا إله إلا الله محمدا رسول الله. هذا درهم Thank you.